وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. النظم الأصغر في الفقه للشيخ عامر ابن محمد فداء بهجة عفى الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد ربي الذي إن يردي بعبده خيرا يفقه أبتدي ثم صلاة الله مع سلامي على النبي معلم الأحكام. وبعد هذا النظم وهو الأصغر في الفقه سهل واضح ميسر فاحفظوا يا بني واحفظيه بنيتي ولتفهم ما فيه. باب الطهارة وفصل في الوضوء فيه الشروط ثم ما يفترض النية العقل مع الإسلام ماء طهور من سوى الحرام إزالة المانع من وصوله وهكذا الخارج من سبيله. والفرض غسل الوجه واليدين مسح لرأس غسلك الرجلين والفم والأنف من الوجه جعلا والأذن من رأسك ترتيب ولا واجبه تسمية مع غسل كفين من قيام نوم ليلي ينقضه الخارج من سبيلي كالنجس الكثير لا القليل ومس فرج دبر أو قبلي بيده وأكل لحم الإبل وغسل ميت وزوال العقل كالنوم والسؤل دواء الجهل. ويمنع المحدث مس المصحف ومن طواف وصلاة فعل فيه. فصل الصلاة شرطها قل طهر من حدث ونجس وستر دخول وقت النية والقبلة تفصيلها تطلبه محله. أركانها تبدأ بالقيام وبعده تكبيرة الإحرام فاتحة الركوع اعتدال سجود الرفع على ما قالوا ثم جلوس بين سجدتين سكونه ثاني التشهدين والجلسة الأخيرة التسليم ترتيبها وفقك العليم. واجبها تكبير الانتقال تسميع التحميد ثم التالي تسبيحة الركوع والسجود وطلب الغفر من المعبود تشهد أول والجلوس له وغيرها سننها المفضلة مبطلها ترك لركن مطلقا وترك واجب بعمد حققا وترك شرط وكذا الكلام والفعل إن يكثر كذا السلام. أثناءها تعمد الزيادة قهقهة إثناء فس العباد. فصل الصيام واجب في شهري أي رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن إدخال شيء إلى الجوف بأي حال والاستقاء وكذا الحجامة لصائم مفسدة صيامه. يحرم إقدام من المكلف على أمور حكمها لم يعرف فحصل العلوم واسأل أهلها في الواجبات واحذرن جهلها. يا ربي حسن الفعل والختام والحمد لله على التمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How can you do a 2-second action right now that will give you a share of the reward of everything we're doing on this YouTube channel? Simple. Like this video and click subscribe. Why? It will allow YouTube to recommend our videos to other users. And imagine the huge amount of reward that could be waiting for you on the Day of Judgment if you did that with a sincere intention of spreading the Deen of Allah. You'll be rewarded for every single person who benefits from one of our videos as a result of your like or subscribe. That's an easy 2-second action that you definitely don't want to miss out on. Do it now, click like and subscribe, and don't forget to make that intention.